أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في أولى تغطياتنا اليومية. هكون أنا مع حضراتكم بهيرة وليد. بدأ اليوم السبت 20 أغسطس امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي، وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد أنه سوف يتم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة بابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وشدد على أنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة. وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة البابل شيت الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان، وتقديم تقرير مفصل بعد امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل. وشددت وزارة التربية والتعليم على منع حيازة الموبايل في اللجان واستمرار إجراءات مكافحة الغش الإلكتروني ومعاقبة الغشاشين تماما مثلما حدث في امتحانات الدور الأول. ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يثار بشأن تسريب امتحانات اللغة العربية قبل توزيعه في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة. وقالت وزارة التربية والتعليم جميع أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مؤمنة بمعرفة الجهات الأمنية المعنية في الدولة، ولا مجال لتسريبها قبل توزيعها في اللجان. والحقيقة أنه بعد مرور نصف ساعة من توزيع امتحان اللغة العربية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، شهدت جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية. وبالفعل تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من تتبع الصور المتداولة لأسئلة الامتحان والوصول لمكان وهوية مصورها. وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنه تم تحرير محضر بالواقعة للتعامل مع مصور الامتحان المتسبب في إرساله لجروب الغش على تليجرام بعقوبات قانون مكافحة الغش. وكمان نفت وزارة التربية والتعليم صدور أي قرارات بتعديل جدول امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي الذي أعلنته الوزارة بشكل رسمي منذ آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، وتبدأ الامتحانات من اليوم السبت 20 أغسطس حتى الثلاثاء 30 أغسطس لعام 2022. وأعلنت وزارة التربية والتعليم للذين سجلوا بياناتهم على رابط تظلمات للثانوية العامة أنه يمكن الاطلاع عليها الآن. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها يمكن لطلاب الثانوية العامة لعام 2022 الآن الاطلاع على أماكن ومواعيد تظلمات الثانوية العامة عن طريق رابط تظلمات الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لن يستخدم حسابه الشخصي على فيسبوك في إعلان قراراته وتصريحاته الجديدة للرأي العام، وإن الآلية الوحيدة التي سيلجأ إليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لإعلان قراراته وتصريحاته الجديدة هي البيانات الرسمية التي تصدر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيسبوك، والتي سيتم إرسالها لجميع وسائل الإعلام بشكل رسمي. وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا حذرت خلاله من الانسياق وراء أي تصريحات غير رسمية يتم تداولها على لسان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد عددا من القرارات الجديدة التي لفتت انتباه الرأي العام خلال الساعات الأخيرة، والتي من ضمنها التأكيد على أهمية التابلت وأنه تم تأجيله بدء الدراسة لواحد أكتوبر. وبكده تكون انتهت تغطيتنا. بالتأكيد سنتابع مع حضراتكم كافة المستجدات حول امتحانات اليوم للثانوية العامة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء.